السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفعلوا معانا يا جماعة وادعمنا بلايك، فعلا يعني لو انت حاسس بمجهودنا وبتحبنا فعلا، لان انا بحبكم وبحب يعني اتكلم في نقط مهمة، فياريت بعد اذنك تعمل لايك. اعمل لايك بس، اللايك ده هيخلي الفيديو يوصل لحد غيرك والناس تبتدي تعرفنا اكتر وننتشر اكتر. اشكرك طبعا اللي عمل لايك، اشكره ان شاء الله. بص يا جماعة، ناس طلبت مني كتير الفترة اللي فاتت دي ان انا اقول افضل تشكيل، افضل تشكيل. انا هقول لكم اسماء اللي انا لو مدير فني، انا متابع منتخب الجزائر بقالي سنين، هقول لكم على افضل اسماء تبقى موجودة لبطولة افريقيا والكاس العالم. ما يطلعش الاختيار عنهم. ما لو هيطلع الاختيار عنهم يبقى احنا ايه؟ بنعك، بنجامل. طيب هنبدأ. الحراس متهيالي الحراس مظلومين جدا الفترة اللي فاتت دي بعد ام بلحي لضعف الدفاع، دفاع ضعيف بصراحة. فالحراس يعني مش هنبعد خالص عن مندريا وكندوسي واوكوجيا، مش هنبعد عنهم يعني. دول ثلاثي وسط الملعب. طيب بصوا يا جماعه، الثلاثه حراس مندريا وكندوسي وكوجيا. طيب وناحيه اليمين ميشيل فايزر اللي هو لاعب بريمن، ده يبقى الباك الاساسي، ومعاه طبعا يوسف عطال. يبقى يوسف عطال انا حطه كمان في الحته اللي قدام، يعني ممكن العب مباراه قويه مع منتخب قوي العب بميشيل فايزر ويوسف عطال. بعد كده جوه في الدفاع ادم عليلات، عبد اللاوي وبالعيد، ده يبقى مدافع هنا ثلاثه. وفي بن سبعيني وعيسى مندي من الناس الخبره القديمه. يبقى احنا كده متفقين هنا ميشيل فايزر ومعاه يوسف عطال، الماتشات التقيلة جدا يلعب ميشيل هنا ويلعب قدامه يوسف عطال او العكس مش مشكلة. المهم جوه هيبقى فيه ثلاث مدافعين قلب جداد، ادم عليلات وعبد اللاوي وبالعيد، الثلاثة دول يلعبوا انا شايفهم احسن من طغاي. وبين سبعيني وعيسى مندي الخبرة موجودين، يبقى انت تنقي الاثنين دول من الخمسة المدافعين دول، بن سبعيني وعيسى مندي وادم عليلات وعبد اللاوي وبالعيد. اختار من الخمسة دول، اختار منهم. في واحد يقول لي ده مصاب، انا بكلمك على السنتين اللي جايين دول، من النهاردة للسنتين اللي جايين دول، ده الاختيار. الاسماء ما تطلعش على انا بقولهم دول. قلنا ثلاث حراس، قلنا هنا فايزر وعطال، قلنا في قلب الدفاع في خمسة، و ناحية الشمال حجام العوافي وحجام، ناحية الشمال العوافي وحجام. طبعا انا حاطط ايات نوري يا اما وسط ملعب يا اما طرف مهاجم، وممكن تستخدم ايات نوري هنا كمان، بس انا كاتب حجام والعوافي. وسط الملعب بوخنشوش، وسط الملعب بوخنشوش وزرجان، وطبعا اسماعيل بن ناصر وبداوي واحمد الكندوس وعوار وايه نوري. تمام، وسط الملعب هنا ثلاثي وسط الملعب العب في بوخنشوش، يعني انا بقول اسامي ونختار منهم ثلاثه، اي ثلاثه منهم هيبقى كويسين. بوخنشوش وزرجان واسماعيل بن ناصر واحمد الكندوس وبداوي وعوار وايه نوري. تمام، في واحد يقول لك اسماعيل مصاب، انا بكلمك على المدى البعيد، في خلال سنتين تشكيله الجزائر ما يطلعش من الاسامي اللي انا بقول لك عليهم دول. زروكي في هولندا، ربنا يكرمه في هولندا ان شاء الله، ربنا يكرمه في هولندا. طيب في الناحيه الهجوميه قلنا في الطرف اليمين هنا هيبقى في بوعناني وفي يوسف عطال وفي محرز، ثلاثه في ناحيه اليمين هنا، يبقى يوسف عطال بوعناني ورياض محرز، الثلاثة دول. يوسف عطال ممكن استخدمه في الماتشات الكبيرة
بلاعب السنغال يبقى يوسف عطال هنا ويرجع يدعم، وفايزر هنا يبقى في قوة ناحية الناحية دي، ومحرز ممكن استخدمه في نص شوط ولا حاجة، بو عناني يلعب برضو، يبقى ثلاثي هنا. وفي الهجوم غويري، هنا في الهجوم غويري وبغداد بنجاح وبنسية، ياسين بنسية وأمين شياخة، وتحتيهم إبراهيم مازة، كل ده موجود. تاني في الهجوم أمين شياخة وغويري وبغداد بنجاح وبنسية وإبراهيم مازة. ناحية الشمال في عندي ياسين إبراهيمي، ياسين إبراهيمي مشلوش من حساباتي، لازم يبقى هيجي أيام يبقى متواجد ياسين إبراهيمي. وناحية الشمال هيبقى في عمورة وشايبي وسعيد بالرحمة، عمورة وشايبي وسعيد بالرحمة. الأسامي اللي أنا قلتها دول 30 اسم، 30 اسم. اكتب معايا، خد قلم واكتب معايا: أوكوتشا، كندوز، مندريا، ثلاث حراس، ميشيل فايزر، أدم عليلات، عبد اللاوي، بالعيد، بن سبعيني، عيسى مندي، حجام، ادي 10. لعواف، لعوافي، عوار، بوداوي، بوخنشوش، احمد الكندوز، زرقان، اسماعيل بن ناصر، ايت نوري، يوسف عطال، بوعناني، ادي 20. محرز، غويري، بغداد بنجاح، بن سية، امين شياخ، ابراهيم مازة، ياسين ابراهيمي، سعيد بالرحمة، شايبي، عمورة، ادي 30. 30 اسم الفترة الجاية والمعسكرات ما يطلعوش منهم، ممكن ما تاخدش 5 اسماء وتجيبهم تاني المعسكر، بس ال 30 اسم ما يطلعوش من المعسكرات اللي جاية لغاية ما توصل كاس عالم. دي اسمها تثبيت تشكيل، ودول افضل ناس موجودين. انا شو في الدوري الجزائري، انا ما اتفرجتش كتير على الدوري الجزائري، يمكن لما اتفرج كتير كمان اطلع ناس كويسة. متشكرين.